يعطيكم العافية. اليوم محاضرتنا عن الـ SSRIs. أول إشي رح نحكي عن الـ SSRIs بشكل عام، بعدين رح نحكي عنهم واحد واحد. طبعاً الـ SSRIs هي مجموعة من الأدوية اللي بتشتغل كـ Selective Serotonin Reuptake Inhibitors، بمعنى إنهم بمنعوا الـ Reuptake بالسينابس، فبالتالي بصير الـ Serotonin Available أكتر بالسينابتك كليفت. تمام؟ هاي الأدوية بتشمل ست أدوية أساسية اللي هم الفلوكسيتين، السيرترالين، الفلافوكسامين، السيتالوبرام والإستيتالوبرام والباروكسيتين. هلأ جميع هاي الأدوية بتعمل هايبوناتريميا، وبالتالي أي مريض ماشي على SSRI بيجي بهايبوناتريميك سيمبتومز زي مثلا ليثارجي، نوزيا، فوميتينج، هيدك، كونفيوجن، ماسل كرامبس، دغري بنعمل له NA سيرم NA ليفل. عند استخدام هاي الأدوية في علاج الـ OCD بنحتاج هاي دوزز، ويد هاي دوزز بالـ OCD، بينما لما نستخدمها في علاج اضطرابات القلق زي البانيك ديس أوردر يفضل إعطائها بجرعات خفيفة، كونها بالجرعات العالية ما يندوز للبانيك أتاكس والأنكسايتي. هاي الأدوية بتزيد فرصة الانتحار عند الناس اللي أقل من 25 سنة، وبتقللها عند الناس اللي فوق 65، بينما اللي أعمارهم بالنص بين 25 وال 65 ما بتأثر، ما بتزيد أو بتقلل نسبة الانتحار. هاي فكرة سؤال ممكن يجي. طيب بنشوف إحنا دائما بالممارسة إنه إلها استخدامات كتير الـ SSRIs. من وين جاي هذا الموضوع؟ ليش إلها عدة استخدامات بالطب النفسي؟ إلها عدة استخدامات لأنها بتشتغل على أكثر من منطقة بالبرين. فشغلها على البري فرونتال كورتكس، سيروتونين سيستم بالبري فرونتال كورتكس إله دخل بتحسين اللو مود، بينما شغلها بالبيزل جانجليا إله علاقة بالأو سي دي، وشغلها بالسيروتونين سيستم على الليمبك سيستم إله دور في علاج البانيك ديس أوردر والبانيك أتاكس والأنكزايتي ديس أوردر بشكل عام، وإلها كمان دور شغل وهذا مهم جدا في الهايبوثالامس، عشان هيك ممكن تفيدنا في الإيتينج ديس أوردرز أو بعض الإيتينج ديس أوردرز، لأنه مراكز الشبع والجوع موجودة بالهايبوثالامس. بالضبط. طيب هلأ بدنا نحكي بشكل سريع عنهم، هلأ رح نيجي بالتفصيل طبعا لواحد واحد، بس بشكل عام لما نحكي الماكسيموم دوز للSSRIs عفوا، بنبلش مثلا عشان نحفظهم من الرقم الصغير للرقم الأعلى. الاستيتالوبرام 20 ميلي جرام، سيتالوبرام 40 ميلي جرام، الباروكسيتين 60 ميلي جرام، بنطلع عشرينات، الفلوكسيتين 80، بعدين بضل عندنا اثنين، السيرترالين اللي هو الزولوفت 200 ميلي جرام، والفلافوكسامين 300. تمام، هذه هيك سريعا. هلا بنحكي عن واحد واحد طبعا. طيب بشكل عام بنفضل نبعد عن الـ SSRIs للمريضة اللي بتكون pregnant. شو أخطر إشي ممكن يواجهنا في الـ pregnancy؟ ليش بنخاف نعطي الـ SSRI لوحدة pregnant؟ أخطر إشي ممكن يصير؟ عشان أعتقد بس ندخل من lungs من البريرين 100%، بيعمل persistent pulmonary hypertension عند النيوبورن، persistent pulmonary hypertension للنيوبورن. طبعا برضو من المشاكل اللي بنسمعها كتير في العيادات اللي علاقة بالـ SSRIs اللي هي المشاكل الجنسية اللي بتصير عند المرضى. طبعا عادة تبدأ المشاكل هاي من اليوم رقم 8 من العلاج، اليوم الثامن من العلاج بتبلش الـ Sexual Symptoms بتصير. طبعا الـ Sexual Problems هاي it ranges يعني from decreased libido لـ diminished أو delayed orgasm to erection and ejaculation problems. اوكي طيب، واحد اجى على العياده مثلا ماشي على SSRIs وحكى لك عندي مثلا مشكله سكشوال من هاي المشاكل، بنفكر مثلا احنا كيف بدنا نساعده انه يحلها. ممكن نحكي له سكيب الدوز في اليوم اللي بدك تعمل فيه سكشوال اكتيفيتي، وممكن الدراسات بتحكي اضافه البروبيون او الباسبيرون بيساعد في انه يحل مشكله ال SSRI induced sexual dysfunction. هلا اهم سايد افكتس بشكل عام برضو لهم كلهم لهذه العائله ال SSRIs،
ممكن يعملوا ويت لوس خصوصا في بداية استخدامهم، وويت جين احيانا على اللونج تيرم. ممكن يعملوا انوركسيا ولوس اوف ابيتايت، ممكن يعملوا انكزايتي وتحديدا الفلوكسيتين، ممكن يعملوا انسوميا وتحديدا برضو الفلوكسيتين، هيدك سويتنج، ممكن يعملوا نوزيا ودياريا، ممكن يعملوا هايبوناتريميا، ممكن يعملوا سيكشوال ديسفانكشن. هلا لو اجب الامتحان، وهذا سؤال متكرر في البورد في الامتحانات السنويه، شو الموست كومن سايد افكت للاس اس ار ايز، ممكن يجيب لك هيك السؤال او بيقول لك شو الموست كومن سايد افكت لواحد منهم، فالجواب بيكون جي اي سيمبتومز بالضبط، نوزيا ودياريا. طيب اليه حدوث هاي السايد افكت ليش بتصير؟ هاي تعود لمستقبلات السيروتونين اللي بيشتغل عليها الدواء. كونه بيشتغل مثلا كأجونست على السيروتونين 2A بيعمل سيكشوال ديسفانكشن. ممكن لانه بيشتغل كأنتاجونست برضو بعضهم على 2A بيحسنوا من السلو ويف سليب او الديب سليب. وكونه مثلا بيشتغلوا على كأنتاجونست على 2C ممكن يعملوا انكزوليتك افكت، وكمان بحسنوا من الشهية وبزيدوا الوزن. وشغلهم على السيرتونين 3 اللي هو موجود بالجي اي سيستم بيعمل نوزيا. تمام؟ طيب هلأ بدنا نحكي عنهم بالتفصيل واحد واحد. أول واحد في العائلة هاي الفلوكسيتين، أو اسمه التجاري مشهور بالبروزاك أو الأوكسيتين عندنا بالعيادات مكتوبه، يعتبر من بينهم the longest half-life، تقريبا من 4 إلى 6 أيام. من مميزاته الإضافية غير أنه بيشتغل كSSRI أنه بيشتغل كمان بشكل أخف كنور إبنفرين ريابتيك إنهيبيتر NRI، وبيشتغل كمان على السيرتونين 2C أنتاغونست. يعتبر من الاس اس ار ايز الانرجيتك المنشطه، وبالتالي بنفضل نعطيه لمريض الاكتئاب اللي بينام كتير، نشاطه قليل، دائما عنده تعب وخمول وقله حركه وتركيزه سيء، لانه بنشط بنفضل نعطيه دائما صباحا بعد الاكل بنص ساعه. يعتبر الوحيد من هاي العائله اللي معتمد في علاج البوليميا نيرفوزا، لانه بيشتغل على ال 2C انتاجونست، سيرتونين 2C انتاجونست، فبيكون له انتي بوليميا انتي بوليميك افكت على الهاي دوز. وهذا شيء كثير بيميزه، وهذا برضه سؤال متكرر ممكن يجي اي واحد من الادويه التاليه اف دي اي ابروفد للبوليميا نيرفوزا، فهو الفلوكسيتين. هذا 80 ملي جرام بعطوه هاي دوز ماكسيموم 80 كويس مع البوليميا طبعا هو مثل لا كويس مع البوليميا، ليش مش كويس مع الانوركسيا؟ ليش ليش مش كويس مع الانوركسيا؟ لانه بخليهم مور انوركسيا. المبدا انه ما سمعوا مهمتين يعني، بس هذا هو المبدا. لانه قرات انه جربوه مع الانوركسيا نيرفوزا وصار الموضوع ورسنت وصاروا سويسايدل وصار في ويت لوس اكثر. اوكي. هو اصلا بيعمل انوركسيا سايد افكت يعني كثير من الانتي ديبرسانس. في سؤال دائما بيجيبوه على فكره، مع انه موضوعنا مش ايتينج، بس يعني في سؤال بضلهم بيجيبوه عن هذا الموضوع اللي هو انه ليش البيوبروبيون كونترا انديكيتد في الانوركسيا نيرفوزا؟ عشان موضوع السيجرز، لانه هم عندهم السيجر ثريشولد اصلا بتقل، وال طبعا هو مثل بقية الـ SSRIs يعتبر انزيم انهيبيتر، وبالتالي بيزيد من تركيز الأدوية الثانية بالجسم، وتحديدا بيشتغل على CYP2D6 وCYP3A4. له أكتف ميتابولايت اسمه نورفلوكسيتين. الهاف لايف تبع الأكتف ميتابولايت تبعه بضل من 7 إلى 14 يوم أو 15 يوم. أكثر واحد من هاي العائلة ممكن يعمل جي اي ديستربانسز هو الفلوكسيتين، وأكثر واحد برضو بسبب انسومنيا وانكزايتي الفلوكسيتين تحديدا بأول فترة من العلاج، عشان هيك يفضل نكفر المريض مع الفلوكسيتين في البداية
بمهدئ بنزو مثلا او شيء مؤقتا بهاي الفتره بدايه العلاج. طيب البروزاك هو الفيرست اس اس ار اي ابروفد ان ذا يو اس اي، اول اس اس ار اي ابروفد باليو اس اي هو الفلوكسيتين. طبعا احنا حكينا انه هو اطول هاف لايف من هاي العائله، فهو اقل واحد بيعمل ديسكونتينيويشن سيمبتومز في حال توقف مره واحده، وبما انه اللونجست هاف لايف برضه فهو كمان اخطر واحد بحاله اللاكتيتنج وومن. ليش؟ لانه بيضل في الحليب طوال فتره شو اسمه وجوده بالجسم. طيب كمان شغلات مميزه بهذا الدواء ممكن تيجي اسئله، انه هو الوحيد الابروفد في حالات اكتئاب الاطفال ديبريشن ان تشيلدرن. تمام، لو اجى مريض ماشي عليه مثلا بيشكي من ديستونيا، شو رايكم ممكن يعمل الفلوكسيتين ديستونيا او اكاثيزيا او اي بي اس بشكل عام؟ يس ممكن يعمل. طب ليش ممكن؟ شو بفكروا فيها؟ ليش ممكن الاس اس ار اي تعمل؟ حكينا انه بيعمل انكزايتي اول اسبوعين، غير الانكزايتي اي بي اس اكسترا بيراميدال سيمبتومز. يعني شو الاسيتوني؟ هو شغل السيروتونين بالاصل، كيف شو دخل الدوبامين؟ بقول لك this may be a consequence of serotonergically mediated inhibition of the dopaminergic system. هيك بصير. فممكن يعمل اي بي اس مش لحاله، كلهم ممكن يعملوا اس اس ار اي، اي اس اس ار اي ممكن يعمل اي بي اس. اعتقد ان البروكسيتين اعلى احتماليه اي بي اس لانه يفترض منطقيا لانه البروكسيتين الموست بوتنت. موست بوتنت فممكن. طيب هلا في عندنا تركيبه موجوده، بعرفش اذا موجوده بالاردن ولا لا، بيجي فلوكسيتين مع اولانزابين. ما في ما في منه بالاردن دكتور؟ ما في عندنا منه، اللي هو بسموه سيمبياكس. هاي التركيبه مش اصلا اف دي اي ابروف، بيقدروا ينقصوها مع بعض. هلا فلوكسيتين بيعطوك اولانزابين 100%، احنا بنقدر نستعوض لانه دواء مش موجود. بتقدر تعطيه بنسبه 4:1. يس 4:1، 5 مثلا اولانزابين مقابلها 20 فلوكسيتين عشان تعملي هذا الايفكت. هذا شو اسمه اف دي اي ابروفد في حالتين مهمات جدا، اللي هي الباي بولر ديبريشن والريزيستنت ديبريشن. برافو دكتور. وطبعا نيجي على استخداماته اللي ابروفد من الاف دي اي. فلوكسيتين از اف دي اي ابروفد فور تريتمنت اوف 7 شغلات. اول شيء الميجر ديبريسيف ديس اوردر من عمر 8 وانت طالع عادي بتقدر تعطي سيف من عمر 8 واكثر. ابروفت كمان للاو سي دي من عمر 7 واطلع للاو سي دي. ابروفت للبري منسترال ديسفوريك ديس اوردر بي ام دي دي. ابروفت للبوليميا نيرفوزا البانيك ديس اوردرز وللباي بولر ديبريشن في حاله كان مع اولانزابين، وللريزيستنت ديبريشن برضه في حال كان مع الاولانزابين التركيبه اللي حكينا عنها. تمام، هيك اظن احنا غطينا اهم المعلومات عن الفلوكسيتين. في شيء بتحب تضيفه دكتور عن الفلوكسيتين؟ لا ما في. طيب الدواء الثاني عندنا اللي هو الباروكسيتين، اللي هو معروف باسم باروكسات او باكسيل. هلا الماكسيمم دوز له حكينا قبل شوي 60 ملي جرام. بيشتغل ك اس اس ار اي، بس مش فقط اس اس ار اي، بيشتغل كمان انتي كولينرجيك على الام 1، وبالتالي عشان هيك بنعس وبهدي. بيشتغل على النور ابينفرين ري ابتيك انهيبيتر كمان، فبدعم شغله كمضاد للاكتئاب. بيعمل انهيبيشن للنيتريك اوكسايد سينثيتيز، وبالتالي بيعمل مشاكل جنسيه، مشاكل جنسيه سيكشوال بروبلمز. وهو يعتبر الموست بوتنت اس اس ار اي زي ما تفضل الدكتور قاسم. هي نفس الماده اللي بترفع الفياجرا. ايوه بالضبط بالضبط. بيعمل سيكشوال ديسفانكشن ولا بيعالج سيكشوال؟ لا هو بيقلل مستوى النايتريك، بيقلل هذا النايتريك اوكسايد سينثيسيس. انا السلاد نفعل فشو بيعمل بالضبط؟ تقريبا
تعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسر بالضبط، هاي فترفع مستوى مو بالعكس بالضبط، هو يمكن اكثر فبيعمل ديليد ايجاكوليشن وبيعمل مشاكل في الاريكشن. هو اكثر اعتقد اكثر اس اس ار اي عنده مشاكل سكشوال، بس هو الافضل لعلاج مثلا البريماتشور ايجاكوليشن. بالضبط بالضبط. نعم هذا ممكن يجي سؤال. طيب ليش أسوأ واحد من هاي العائلة للبريجننت؟ موست تيراتوجينيك لأنه ممكن يعمل في اس دي و اس دي، تمام، وهو الوحيد من هاي العائلة اللي بنعتبره كاتيجوري دي بالحمل. كلهم سي اعتقد هو الوحيد دي. طبعا هو اكثر واحد بيعمل سيديشن، بس بالعكس هو اسوأ واحد بالحمل بس افضلهم بالرضاعة. بس افضلهم بالرضاعة يعني هو اقصر واحد صح؟ هو مش اقصر واحد. هلا بنحكي هلا ما بعرف ليه بس بعرف انه افضل بالرضاعة. اوكي طيب هلا هو اكثر واحد فيهم بيعمل سيديشن، بدنا نتذكر دائما انه هو الموست بوتنت، هو اكثر واحد بيعمل سيديشن، اكثر واحد بيعمل كونستيبيشن، اكثر واحد بيعمل ويت جين، اكثر واحد بيعمل سيكشوال ديسفانكشن وله ديسكونتينيويشن سيمبتومز الباروكسيتين، بالاضافه لمشاكل كثير كمان لانه ذا موست انتي كولينرجيك فيهم كمان، فبالتالي ممكن يعني يعمل لنا انتي كولينرجيك، شو بسموه انتي كولينرجيك ريباوند، اللي هي زي ايش مثلا؟ ممكن يعمل اجيتيشن، كونفيوجن، انكزايتي، انسومنيا، سايكوسيس حتى، واي بي اس وسيالوريا. طيب حكينا انه الموست افكتيف تريتمنت امونج اول اس اس ار ايز ان بريماتشور ايجاكوليشن، اوكي، واكثر واحد حكينا بيعمل ديسكونتينيويشن سيمبتومز اذا توقف فجاه. شو هاي الاعراض اللي ممكن ديسكونتينيويشن سيمبتومز اللي اذا وقفها المريض تصير معه؟ ممكن يصير عنده اكاثيزيا، ريستلسنس، جي اي سيمبتومز، ديزينس، تينكلينج. ايش اخر واحده؟ تينكلينج. طيب طيب هل له اكتيف ميتابولايت الباروكسيتين؟ اعتقد ما له، يعني ما له اكتيف ميتابولايت، وبما انه بنعس فاكيد بنعطى قبل النوم. في شغله غريبه بالدواء هذا انه اف دي اي ابروفد للهوت فلاشز اللي بتطلع بالمونوبوز، اف دي اي ابروفد. هو كمان مش بس انهبيتر، انزيم انهبيتر، وانما بيعمل اوتو انهبيشن لحاله، وبالتالي ايوه وبالتالي بزيد نسبه الدواء نفسه نسبته هو بالدم للضعف لما نرفع الجرعه ل 50%، وهو تحديدا بيشتغل على السي واي بي 2D6. احنا اغلب ادويتنا بتشتغل على 2D6، وشغله عليها بيكون اقوى من الفلوكسيتين. طيب اول واحد بهاي العائله ابروفد لعلاج البانيك ديس اوردر هو الباروكسيتين. في تحذير لاستخدامه مع الاطفال لانه بيعمل عندهم ايموشنال لابيليتي او خربطه بالمشاعر، بالاضافه للاثار الجانبيه الثانيه اللي كثير كونه سترونج انتي كولينرجيك وما الى ذلك. ممكن يعمل كمان عند الستات فاجينزمس لانه سترونج انتي كولينرجيك افكت، وبيعمل فاجينال دراينس. طيب حكينا مشاكله كثيره هذا الدواء والموست بوتنت، بس مع ذلك هو FDA approved لثمان شغلات اللي هم الـ MDD Major Depressive Disorder، برضو الـ OCD Panic Disorder، والـ Social Anxiety Disorder أو Social Phobia، والـ PTSD، والـ JAD أو اللي هي Generalized Anxiety Disorder، الـ PMDD، والـ Vasomotor Symptoms. طيب اظن هيك غطينا الباروكسيتين، هو قليل استخدامه حاليا نظرا للسايد افكتس تبعته هاي الكثيره، مش كثير بيستخدموه. الدواء الثالث من هذه المجموعه الفلافوكسامين اللي هو الفافارين او اللافوكس، الماكسيمم دوز تبعه 300. طبعا قبل ما نبلش حكي عنه في معلومه مهمه جدا 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 وما ينفعش ما نعرفهاش، هذا الدواء كونترا انديكيتد مع ثلاث شغلات اساسيه، مع الديازيبام، مع الفاليوم. ما بصير نعطيه مع الفاليوم اطلاقا. ليش؟ لانه بقلل الكليرنس تبع الفاليوم، فبالتالي بيزيد تركيز الفاليوم بالجسم، فبالتالي بيزيد السيديشن وهي الشغلات عند المريض، وخاصه اذا كان اولد ايج او شيء زي هيك مش شيء كويس.
هلا التحذير الثاني كمان ما بنفع نعطيه مع الورفرين. ليش مع الورفرين تحديدا؟ لانه بزيد البايو افيلابيليتي للورفرين بنسبه 97%، فبيعمل هاي ريسك للبليدنج. اوكي، مريض ماشي على ورفرين ما بنفع ياخذ فافرين. والشغله الثالثه، الدواء الثالث الثيوفيلين، لانه بزيد تركيز الثيوفيلين اب تو 3 فولدز، فممكن يعمل توكسيسيتي ومش مزحه. هلا بنحكي، هلا بس نجي نحكي على الانزيمز اللي بيشتغل عليها والاشياء هاي. طيب طبعا هو ذا شورتست هاف لايف، ردا على السؤال تبع قبل شوي، اقصر واحد هاف لايف فيهم هو الفافرين، تقريبا 15 ساعه. بالاضافه لشغله كاس اس ار اي بيشتغل كمان على شيء بسموه سيجما ريسبتورز. شو هدول السيجما ريسبتورز؟ هدول ريسبتورز وجدوا انه لهم علاقه كانكسوليتيك وكانتي سايكوتيك، وبالتالي الفافرين من الادويه المفضله عند بعض الاطباء، يعني مفضل من هاي العائله في علاج السايكوتيك ديبريشن، لانه بيشتغل على السيجما ريسبتورز فله انتي سايكوتيك افكت. طيب اكثر دواء من هاي العائله بتفاعل مع الادويه الاخرى دراج دراج انتر اكشن، وطبعا هو انزيم انهبيتر وسترونج انزيم انهبيتر، وبالتالي بيرفع من تركيز الادويه اللي بياخذها المريض معه، وتحديدا بيشتغل على السي واي بي 3A4 1A2. عشان هيك يفضل مع الكلوزابين برضه، لانه ايش بيسوي انهبيتر للكلوزابين؟ بيرفع مستوى الكلوزابين 100%. هو الوحيد من الاس اس ار ايز الغير معتمد من الاف دي اي لعلاج الاكتئاب، هاي معلومه مهمه. هو انتي ديبرسنت بس مش ابروفد، مش اف دي اي ابروفد لعلاج الدبرشن. بس مش ابروفد، هو بس ابروفد لشغلتين اف دي اي، للاو سي دي ولل سوشيال انكزايتي ديس اوردرز اظن. هيك برضه بس هو بتعرف يعني انا شفت ناس استعملوا دبرشن هون وظبط معهم، بس هو مش ابروفد، مش ابروفد بس اون كلينيكال وايز موجود بنوصف، بس شفتهم وصف سابق انه ناس دبرشن. مزبوط لانه مزبوط. جربوا الاشياء الثانيه ما مش معهم. مزبوط جربت فرين زبط. طيب الموضوع يعني مش خلينا نحكي مش منقوش على الحجر زي ما بيقولوا، يعني مش قران. ايوه بالضبط بالضبط. هلا في عندنا كمان دواء اللي هو السيرترالين، اللي هو الاسم التجاري المشهور زولوفت. للاسف احنا بوزاره الصحه ما بيجيبوا هذا الدواء. الماكسيموم دوز له 200 ملي جرام، بيشتغل كاس اس ار اي وبيشتغل كدوبامين ترانسبورتر انهبيتر، وبيشتغل كمان له افكت على السيجما 1 ريسبتورز زي الفافرين، فبالتالي له كمان افكت كانكزوليتيك وكانتي سايكوتيك. الزولوفت يعتبر زي البروزاك او الفلوكسيتين من ناحيه انه انرجيتك منشط، ولهيك بنفضل استخدامه في حالات الاتيبيكال ديبريشن اللي بيناموا كثير وطاقتهم قليله ودائما بيعانوا من كسل وخمول وما الى ذلك. بسبب طبيعه عمله على الدوبامين يعتبر اكثر واحد من هاي العائله ذا موست بوتنت دوبامين دي ابتيك انهبيتر من الاس اس ار ايز. هلا في عنا عده نقاط مهمه، انه الزولوفت او السيرترالين اكثر واحد من هاي العائله امن على الحوامل والمرضعات بالمطلق، وهذا سؤال متكرر برضو، شو السيف لحدا بريجننت او حدا كذا؟ السيرترالين. طيب شو الاكثر واحد سيف للبوست ام اي ديبريشن؟ برضو السيرترالين. هذا بيجي برضو سؤال الستروك والستروك ايضا 100% الفيرست لاين تريتمنت لل شو اسمه للبوست ستروك يعني او بعد ستروك. ليش؟ عشان هو اقل واحد بيزيد احتماليه الهيموريدج. جميل. اقل واحد بيزيد احتماليه الهيموريدج لانه معظم المرضى اللي بوست ام اي اول شيء في منهم بصير عندهم بوست ام اي ديبرشن، بصير عنده ام اي بصير عنده سيربرو فاسكولار اكسيدنت وكلش عنده ديبرشن، بصير عنده ديبرشن بسبب الشيء اللي صار معه، بعطوهم سيرترالين لانه على الاغلب المرضى رح ياخذوا زي ما حكيت وارفارين ولا هيبارين ولا الشغلات هاي كلها.
فعشان ما ينزفوش، وكمان بالأخص المرضى اللي صار عندهم هيموريجيك ستروك. مين مين؟ هيموريجيك ستروك. برضو يفضل يعطوهم سيرترالين. أأمن شيء. كثير على فكرة دكاترة النيورا المرضى دكاترة النيورا الستروك ودكاترة الكارديولوجي للإم آي كثير بيحاولوا مرضى للطب النفسي. بعد ما سمعنا الشغل سمعنا طبعاً. والكرونيك ديزيزز كلها لها علاقة بالدبريشن بشكل عام. هذا الغريب فيه إنه أكيوت أونست. ما بعرف ليه. فإذا أجانا واحد بوست إم آي دبريشن بنفكر بالسيرترالين بالزلفت. طيب يعتبر أكثر واحد من هاي العائلة بروتين باوند أكثر من 97%، ولهيك هو ممتاز في حالات اللاكتيشن أو المرضعات، بيكون تركيزه بالحليب قليل. الفيرست لاين تريتمنت للأتيبيكال ديبريشن إز سيرترالين، والبست إس إس آر آي أفتر ستروك هو سيرترالين. للأسف إنه مش موجود في وزارة الصحة، ما بيجيبوه. هلا في استخدامه بحالات البري مينسترال ديسبوريك ديسوردر. في دراسات بتحكي انه لو اعطيناها فقط في اللوتيال فيز اللي هي ما بين الاوفيوليشن وما بين البيريود نفسها بتحسن. مش ضروري كل الشهر بس هاي الفتره فاعليتها بيحكوا انها سيم سيم زيها زي كانه اخذوا طول الشهر. مظبوط زي كانه انعطى كل يوم. طيب هلا في عندنا اكتيف ميتابولايت له اسمه ديسميتيل سيرترالين، والهاف لايف الهاف لايف تبعه ممكن يستمر لغايه 3 ايام. طيب في برضه دراسات بتحكي انه مشاكل الجي اي سيمبتومز له اكثر من الفلوكسيتين، وتحديدا بالنسبه للنوسيا والدياريا. بالنسبه للاف دي اي فهو ابروفد لست شغلات، للميجر ديبرسيف ديس اوردر، للبي ام دي دي، وللاو سي دي، البي تي اس دي، البانيك ديس اوردر والسوشيال انكزايتي ديس اوردر. تقريبا يعني ما فيش فرق كبير بينهم باستثناء في بعض الشغلات المميزه زي البوليميا مثلا بالفلوكسيتين زي هاي الشغلات. هاي الشغلات الافكار اسئله ممكن تنسال في الامتحانات. طيب بدك تضيف شيء دكتور على موضوع السيرترالين؟ طيب هلا في عندنا السيتالوبرام اللي هو الاسم التجاري المشهور لسيتال، عندنا احنا بنستخدمه بكثره في العيادات. الماكسيمم دوز له كان سابقا 60 والان يعتبر 40. مزبوط ولا لا؟ لان دورت في ناس تحكي 60. مزبوط بس انا اخر دراسات بتحكي انه لما تعطي 60 بيكون يوسلس. ال 20 ملغ زياده هي يوسلس. انت بس بتزيد سايد افكتس بس ما بتزيد الافكت نفسه. اوكي فاحنا المفروض انه ما نطلع عن 40 ملغ حبه واحده باليوم. بس على فكرة الفافرين بكرت شغل هلا عنه. الفافرين؟ الفافرين هو مظبوط الماكسيمم دوز 300، بس كلينيكلي شفت ناس اعطوهم 400 ملي جرام للوسيمية اللي ما تجاوبوش على 300 اعطوهم ميجا دوز 400 ملي جرام وظبط والله. وتحسنوا عليها؟ وتحسنوا عليها. جميل. هي بضل ترايلز يعني. بضلت ترايلز بالظبط. طيب. طيب هلا هذا الدواء اللي هو اللي نحكي عن سيتالوبرام إلو نظيرين تو إنانتيومرز الار والاس. يعتبر الار أسوأ من الاس كونه إلو ويك أنتي هستامينيك إفكت، ولذلك يعتبر السيتالوبرام من الأدوية اللي بتنعس بشكل عام. إلو ويك بيشتغل بشكل ضعيف على الأنتي هستامين. هو أقل دواء من هاي العائلة إلو استخدامات معتمدة من قبل الـ FDA فقط لشغلة واحدة، approved only for depression. بس الاستال ابروفد اونلي فور ديبريشن. يعتبر أسوأ واحد فيهم واقلهم امانا على مرضى القلب والشرايين. ليش؟ لانه بيعمل بزيد كيو تي برولونجيشن خصوصا بجرعات العاليه. كل ما رفعت الدوز كل ما بتزيد خطوره الكيو تي برولونجيشن. في سؤال انه مين الموست دينجرس اس اس ار اي بالهاي دوز اللي ممكن يعمل كارديو توكسيسيتي؟ الاستال هو الاستال برامو بيجي بعديه مباشرة الاستالوبرام 100%. فإحنا لو أجانا مريض old age مش عنده مشاكل بالقلب شغلات زي هيك لا يفضل أنك تعطيه الاستال أو سيتالوبرام. سيرترالين أفضل. سيرترالين أمن مثلا. والتولوجين
ايش هو؟ والتولوريتد. هلا هو بشكل عام والتولوريتد صح، بس بالكبار لا، ومش مع الكل والله، مش مع الكل، مش مع الكل لا. في ناس كانوا يجوا يراجعوا يعني كثير ناس بيشكوا منه، مزعوجين منه. نعم صحيح. طيب بسبب موضوع الكيوتي برولونجيشن بنتجنب نعطيه مع ادويه ثانيه بتعمل نفس الشيء زي التيبيكال انتي سايكوتكس. فلو واحد ماشي على تيبيكال انتي سايكوتكس اصلا هي بتعمل كيوتي برولونجيشن، تروح انت بتعطيه كمان لستال، فهذا لا يعني يفضل انك تبعد عنه، ما تفكر فيه بهي الحالات. اي دواء ممكن يعمل كيوتي برولونجيشن ما تعطيه مع دواء كمان بيعمل كيوتي برولونجيشن. طيب طبعا هون برضو فكره سؤال، هذا شو الدواء اللي ممكن، لو سالوكم شو الدواء اللي استخدموه في الدراسه الشهيره ستار دي بالتجربه الاولى؟ سيتالوبرام. في اول مراحل ستار دي اول مرحله استخدموا سيتالوبرام لستار، اعتبروه ريبريزنتاتيف عن الاس اس، ممثل عنه. ايوه اعتبروه ممثل عن الاس اس ار. طيب هذا الدواء طبعا هو كانزيم انهبيتر ثاني اضعف واحد كانزيم انهبيتر بعد الاستالوبرام، فبيشتغل بشكل بسيط جدا على سي واي بي 2 دي 6 بشكل بسيط. اكثر واحد من هاي العائله بتفاعل مع الادويه الثانيه دراج دراج انتر اكشن، وطبعا هو انزيم، وين انا لحظه، حكينا انه بيشتغل بشكل بسيط على ال CYP2D6 عفوا، بس هيك معلومات عنه اظن سيتالوبرام كافي، هيك مفيش اشي تاني نضيفه مهم. يعني حابب تضيف اشي دكتور على موضوع الاستر؟ الاستالوبرام اللي هو زيلكس بالاردن وفي بعض الدول الكسابرو، يعتبر النظير المثالي او الانانتيومير، الاس انانتيومير للسيتالوبرام، فهم شالوا منه جزئيه الار فصار ما يشتغل كانتي هيستامين، الانتي هيستامينك بروبرتيز تبعته راحت. بس على عنا فكره ان شاء الله انه شو السيتالوبرام نظير ايش للسيتالوبرام؟ ايوه الاس اس اسمه. ايوه من اسمه اس سيتالوبرام، وهو يعتبر من بينهم the fewest CYP mediated drug interaction، أقل واحد تفاعل وأقل واحد enzyme inhibitor من كل العائلة. وبرضو معلومة مهمة، لو قال لك شو the most selective على serotonin reuptake، أكتر واحد selective على serotonin هو الاستالوبرام، the most serotonin selective among all SSRIs. يعتبر best tolerated SSRI كونه أكثر واحد selective وأقلهم interactions. عنده active metabolite برضو اسمه S-dismethylcitalopram، ومعتمد من قبل FDA لعلاج حالتين، هم major depressive disorder والgeneralized anxiety disorder فقط. ووجدوا انه فعال جدا في علاج متلازمه غريبه اسمها pathological laughing and crying syndrome. pathological laughing and crying syndrome. هذيك كانت سودو بالبر بالسي كانه صح؟ اعتقد كانت سودو بالبر بالسي. يعني وبضل معلومه اخيره عنه انه برضه بيعمل كيوتي برولونجيشن زي ما تفضل الدكتور قاسم، ولكن دوز ديبندنت واقل من السيتالوبرام. في مرة سألوني وأنا سنة أولى يعني دكتور نائل، سألني إنه لو واحد شاب عنده ديبرشن وبدك تعالجه بس هو يعني عريس، فبدك تعطي واحد من الأس إس آر آيز، أي واحد بتعطيه لو بدك إجباري تختار من واحد من الأس إس آر آيز، فهو الاستالوبرام فعلا ليست لايكلي، أقل أس إس آر آي بيعمل هو. في حدا عنده سؤال؟ حدا عنده حاجة يستفسر عن إشي؟ تمام، يعطيكم العافية.